يقول: إذا قلنا إن عيسى كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله كن، فهل نقول إن كل واحد منا هو أيضا كلمة الله؟ لا، أنت مخلوق من نطفة، أنت مثل عيسى خلق بالكلمة، فلا يقال لك كلمة الله يا أخي، هذا خاص بعيسى أنه وجد بالكلمة ولم يخلق من نطفة أبيه، أب من نطفة أب، خلافك أنت مخلوق من نطفة والدك ونطفة أمك أيضا، أمشاج، من نطفة أمشاج، يعني مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. نعم.